In problems 49 to 52 كملت السؤال اللي فات compute the odds in favor of obtaining at least one hit بس عايز واحد أو أكثر when a single coin is tossed three times. أول كوين يطلع يا هيد يا تيل وتاني كوين يا هيد يا تيل يا هيد يا تيل والثالث يطلع يا هيد أو تيل هيد أو تيل نفس الشيء كل ده شغال معايا إلا آخر واحد يعني المسار ده بس هو اللي مش معايا السامبل سبيس عندنا 8 في هيد 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 تيل هيد تيل هيد وهيد تيل تيل كلهم فيهم هيد تيل هيد هيد نفس الشيء تيل هيد تيل فيهم تيل تيل هيد برضو شغال تيل 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 ده اللي مش شغال يبقى عندنا 8 7 فيهم هيد at least one hit يبقى ال P of E 7 على 8 والكومبلمنت 1 على 8 إذن ال odds in favor of E بيساوي 7 على 8 على 1 على 8 يعني 7 إلى 1 سؤال كمان بيقول لي one hit when a single coin is tossed twice يبقى ادي ال first toss hit أو tail بعدين كمان مرة hit أو tail hit أو tail هو عايز one hit بس يعني hit hit ما ينفعنيش لكن هيد تيل شغال وتيل هيد برضو شغال لأن وان هيد أما تيل تيل لا مش شغال لا الأول ولا الأخير شغال بس اللي فيه واحد هيد وعايز بس عايز مش أتليس عايز وان هيد بس فده فيه وان هيد وده فيه وان هيد يبقى ال P of E 2 من أصل 4 الـ N of Event على الـ N of Sample ويبقى الـ B of E داش زي ما دي نص دي هتبقى 1 ناقص نص يساوي نص يبقى الـ Odds in favor of E هيساوي نص على نص يعني 1 إلى 1